أكيد سلمى، وصلنا لمحطتنا الأخيرة لليوم، فبمناسبة مرور 800 سنة على الحضور الفرنسيسكاني في سوريا، استضافت كنيسة اللاتين فرقة لونا للغناء الجماعي بأمسية ميلادية تحت عنوان اليوم أتانا بارينا. وللإضاءة أكثر على هيدا الأمسية معنا بالاستوديو حسام الدين بريمو، قائد فرقة لونا للغناء الجماعي. نورتنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا، منورين حبيبتي. يسعد صباحك. يسعد صباحك مايسترو. صباح الخير بداية سمع. يعني أيام هيك كلياتها خير ومحبة، ميلاد مجيد على سوريا. نشكر الله. خلينا نحكي شوي عن هي الأمسية وعن تفاصيلها اللي بتختلف أكيد عن أمسيات أخرى قمتوا فيها خلال هالفترة. امبارح أول مرة ما بيشاركوا جوقة قوس قزح مع لونا بغناء الميلاد. من وقت ما أسسنا نشاط أغاني عيد ميلاد كانت قوس قزح هي اللي تقوم بها المهمة. امبارح عطوا الدور للأطفال الصغار لحتى هنن يطلعوا بكامل الحفلة، عادة بيشاركوا الأولاد. امبارح كانت كل الحفلة إنهم، كل الحفلة للصغار اللي هن جوقات سنة وألوان ورد، يعني اللي لسه ما أخذوش الأعمار تقريبا، أعمار من 2 لـ17. هذا المميز امبارح، والمميز والمدهش والحلو انه الناس تفاعلوا بشكل كثير. انا كنت طاير من الفرح من كثر ما الناس معتبره انه اللي عم يقوموا فيه دول الاطفال شيء عظيم ورائع وجميل. اكيد بده يكون شيء عظيم بما انه حضرتك دائما المشرف واللي بتدير بالك عليهم. يعني نحن من كاميرا الاخباريه السوريه دائما بترصد التدريبات حتى تبع لونا. عم نشوف اطفال عم تسعى لانهم يقدموا افضل ما عندهم. خلينا نحكي كيف كانت التحضيرات. التحضيرات حاولت ما كثف كثير، حاولت مرق من شهرين كل تدريب بربع ساعة على أغاني الميلاد، بحيث ما أخذ من وقتهم لأنه عم يحضروا برامج ثانية، وبحيث هن كمان ما يحسوا أنه انضغطوا أو تكثفوا. حتى أحيان كنا نضطر نلغي التمرين بسبب الوضع الحار عنا بالحارة شوي، معلش ألغي التمرين بس أنا مطمئن أنه هنن بيلحقوا. بتذكر كان في ريسيتال كانت عم تنزل القذائف وأطفال جوقة كملوا وتابعوا. تمام. كنا متواجدين وكانوا قراب، يعني في واحدة من القذائف كانت خلف الجدار جداً. تابعوا على ولا كأنه في شيء. فأنا كتير كان حتى كانت الأمسية جدا جميلة، العالم ما قامت من مطرحها. أنا كمان أحيي شجاعة الناس أنه ما حدا خاف، ضلوا قاعدين. أكيد أكيد، حتى الأولاد سلمى تابعوا الغناء وصوت القذائف هو مسموع ولكن ولا حدا منتبه لهم. الحمد لله. أكيد الحمد لله. يعني يمكن هي الأجواء اللي دائما بتحطونا فيها كل سنة مع اختلاف الظروف، يمكن السنة حتى من فترة لمسنا مشاركتكم بإضاءة شجرة الميلاد. نعم. كنا عم نقول السنة الوجوه مرتاحة أكثر، الناس نفسيا حتى. تمام. مرتاحين أكثر. وأنا اللي شفتي حضرتك شفته لأني لمحت هيك إنه الناس خلص وكأنه في شيء ارتخى. هلا بدنا ما ننسى الانتصارات اللي حققها الجيش على الأرض السورية، عطت راحة كثير حلوة للناس. تمام. بلشوا يحسوا إنه خلص بدنا نعيش لأنه اقترب الأمان الكلي. فهي قضية كثير مهمة، والناس مثل ما تفضلتي أنا لمست هذا الشيء أيضا بإضاءة الشجرة. ومبارح بارح الناس وكأنه ناس آخرين غير اللي نحن عايشين نحن وياهم من 7 سنين. الحمد أكيد. لله الحمد لله. الناس بدها تفرح بالآخر. صحيح صحيح. يعني زميلتنا نرمين عمار مبارح كانت حاضرة هالأمسية برفقة كاميرتنا. خلونا نتابع مع بعض وبنرجع لعند حضرتك. Thank you.
يعني سالي بدنا نشكر اكيد زميلتنا نرمين عمار يلي نقلت لنا هي الاجواء الحلوه، يعني هي لحظات صغيره دقائق رحنا فيها هيك لزمن الميلاد وروح الميلاد واصوات طبعا. فعلا مثل ما قلت بتشدك بتاخذك لبعيد. قد ايه الاطفال قد ايه اخذت معهم وقت؟ هلا هن نعرف كلياتنا انه مدربين كثير منيح، بس نقول لونا بنقول التزام والمسؤوليه، قد ايه اخذت وقت معهم تحضير هالامسيه؟ انا لازم اوجه شكر لاهلهم. وقت ام تجيب طفل عمره 4 سنين 104 مرات بالسنه تحت القذائف على التمرين، معناتها هي ام قديسه الحقيقه. الوقت اللي اتاخذ هو نفس وقت التمرين، ما عملنا ولا تمرين اضافي، لكن اصرار الاهل على المثابره هو اللي خلق النتائج. لو الاهل انكفؤوا او خافوا او ما عادوا اجوا او لاي سبب اخر كنا ما بنقدر، ما بقدر، لانه الطفل بتحضري له صوته، اذا غاب اسبوعين بيهبط الصوت، بيهبط يعني المقدره على الغناء بتنزل بتهبط. لذلك مثابرة الأهل مع التمارين العادية اللي هن تمرينين بالأسبوع هن اللي عملوا هالنتيجة الحقيقة. تمام. يعني السنة كانت مثل ما حكيت حضرتك مختلفة عن غير سنين بقوة الناس، قوة إرادتهم. نشكر الله. كيف كانت الأجواء بالريسيتال وكيف كانوا الأولاد نفسهم يعني؟ هلأ الأولاد الحقيقة أنا شوي صارم بالشغل. الأولاد قبل الحدث لقبل الحدث بنص ساعة بيبقوا مشدودين، بدهم الاستاذ يرضى، بدهم الاستاذ بدهم يشاركوا الاستاذ. انا بشوف صار اللي صار له معي اكثر من سنتين صار بده يشارك الاستاذ بحمل المسؤوليه. القضيه ليست لا خوف ولا حساب انه هو مثل الاستاذ بده الحفله تطلع حلوه. انا قبل بنص ساعه بلش نكت بختلف، بتصير القضية نكات وبتصير القضية بحمل الولد وبمشي فيه بحيث انه يسترخي انه يطلع المسرح ليطلع سعيد، بس من نص ساعة ولورا بيبقوا مشدودين تماما. والسنة صار في بأكثر من مكان ريسيتال بنفس الوقت، فوقت كل الأماكن تبقى محتشدة بهذا الشكل معناتها مثل ما تفضلتوا الناس صار عندها رغبة كثير كبيرة بأنها تتواجد بكل الأمكنة وتحضر كل الريسيتالات وتعيش هذا الفرح يلي لمستوه كاميرتكم لمستوه. أكيد مايسترو، يعني صحيح حضرتك بكون صارم شوي خلال التدريبات، لكن بنشوفك على المسرح، على أي مسرح بكون متواجد فيه بتكون مثل أب لكل حدا من لونا، من هنا وصغار لحتى كبار. حتى أوقات بنشوف أمهات تدفش أولادها أنه فوتيهم أنه ما عليه يفوتوا ويوقفوا مع أنه هنا ما نون مدربين أو هاي. شفنا أكثر من مرة هالشي حتى بمسرح دار الأوبرا. قدي بيجيك يوميا يمكن مايسترو طلبات أنه أنا بدي ابني ينضم حتى لو هو ما نو عامل ولا تمرين بحياته؟ يمكن مع حضرتك كمان على شاشتكم آية المرة أنه المفتاح السر هو المحبة. تمام. أو هو الحب. بدون حب ما فيك تساوي ولا شيء بالدنيا. فأنا مخلوطة عندي الخلطة هي الصرامة تبع العمل المتقن، الإحساس بالمسؤولية مع الحب أيضا. والطفل أذكى من الكبير كتير أحيان. أولاد بيدفعوا ثمن تعنت آبائهم تجاه هذا الأسلوب أنه بيقول لها ماما أنت ليش زعلاني؟ أنا ما زعلت لأنه الأستاذ عيط علي، أنا ما زعلت لأنه الأستاذ حرمني من كذا. بيعرف الولد أنه هذا الأستاذ بيحبه، فهذا الإجراء هو تقنية من أجل نجاح العمل. فالحب ما بيتخبى إخواتي، الحب بيظهر، الحب هيك بيبين. فالولد بيعرف أنه هذا الأستاذ بيحبه، ما عليش يقسى عليه قليلاً. صحيح، يعني المحبة دائما هي سر النجاح مع التعاون. قديش في ألفة بين التيم وبين المجموعة الجوقة، قديش بيخافوا على بعض، قديش بيحبوا بعض حتى هنين طلعوا بهذا الإنجاز الحلو. كتير قد ايه بتعلمون انه حبوا بعض لتكونوا انتوا ناجحين قبل ما يكون اصواتكم حلوة. الحقيقة أنا معجب بقديش أنتوا بتدركوا سر المهنة. يعني أسئلتكم توحي بأنكم أولاد اللعبة. مثل ما تفضلتي الحرص على بعض قضية مهمة كتير. في ميشيل طفل ضرير بالكورال، فأحيانا الطفل الضرير ما بيتوجه للجمهور، بيتوجه للسبيكر مطرح مطالع الصوت، بيعتقد أنه هنيك الجمهور، بيعتقد أنه فدايما اللي على يمينه وعلى يساره بيعيدوا توجيهه للأمام أنه هون الجمهور، هون الصوت إلكتروني، هون الجمهور موجود. كيف بيطلعوا بيبقوا خايفين على بعض يقوموا يتفركشوا بالكابل تبع الميكروفون. هي مثل ما تفضلتي هي ما بتجي هيك، هي بدها تربى، هي بدها تعلم انه فلان دفشني تعا تعا تعا. اذا دفشته ممكن حدا يدفشك، ممكن كلنا ندفش بعضنا، بدنا نحب هذا الحدث، بدنا نخدمه كلنا مع بعضنا. مثل ما تفضلتي هذا مو فطري
النفس أمارة بالسوق. أكيد. هذا بده يربى عليه الولد شوي شوي. بس أنا صدقا برد بعيد، أنا معجب بأنكم مدركين لهالتفاصيل الحلوة. أكيد مايسترو. كمان اليوم نحن عم نحكي عن شيء له علاقة بالتنشئة الاجتماعية. اليوم لما الأولاد من هنا وصغار بيتعلموا على هذا النظام بحياتهم، نعم. خلينا نقول بيزوقوا الفن من بكير، يعني نعم. هي مو قصة انه كورال وانا بعت ابني يغني قدام الناس ويوقف مع رفقاته بصف واحد، هي مسألة الى بعد اكبر من هيك. اهمية هذا البعد، وخصوصا حضرتك مرافق اجيال عم بتشوفهم من هنا وصغار ليكبروا، فعم تحس بهذا الاثر. الحقيقة أنا كمان على شاشتكم آية المرة أنه الكورال هو مصنع مواطنين صالحين، لأنه وقت تعلميهم ينضبطوا مع بعض، يحبوا مع بعض، يتنفسوا بنفس الوقت، يشعروا بنفس اللحظة بنفس المسؤولية تجاه الحدث. فأنت عم تعديهم ليكونوا بالوطن مع بعض وكأمة مع بعض وكأمة يحبوا بعض ويتنفسوا بنفس اللحظة لنفس الحدث. هي قضية كتير مهمة، ما بتتربى بشكل إفرادي، بدها كتلة يتربى فيها الطفل ضمن الكتلة ليطلع هو كبير منتمي للأمة. فصح بسمية الطفل، لكن اللي بيتعود يخدم 99 طفل بيتعود يخدم 23 مليون سوري طبعا. هي قضية تنشأ باللاوعي، أنت بس ربيها عنده كيف يحترم الآخر، يحب الآخر، يسعى هو والآخر لخدمة الهدف، بتلاقي مواطن صالح بعدين بدون ما تقولي له حب بلدك، بدون ما تقولي له ساعد أخوك السوري، بينشأ عليه يطلع لحاله عم يعملها. تمام. يعني في نماذج كتير بتجي لعند حضرتك طبعا وهي معجبة بتمرين حضرتك، أهالي بتستقصد أنه بدنا حسام نحن يدرب لنا أولادنا. قديش بتشوف مثلا بالبيوت أحيانا في خلل صغير ممكن من خلال التمرين، ممكن من خلال محادثته للطفل أنه يصير إنسان كتير إيجابي بالبيت ويعمل بالبيت مثل ما بيعمل بالكورال؟ الحقيقة لأنه يحكى أحياناً أنه لا تأخذوا أولادكم لعند حسام لأنه حسام صارم. بعد ما يصيروا بالكورال الأهالي بيقولوا لي نحن ندمنا على الأيام اللي ما كان الولد معك، لأنه هي الصرامة خدمتنا بالبيت بدرسه، بالتزامه بدرسه، بالتزامه بخدمة المنزل. اليوم الأولاد ما عادوا عملوا شيء. نحن وقت كنا صغار كان علينا مسؤوليات حقيقية، بترجع من المدرسة بتعمل 1 2 3 4 بعدين بتدرس. هلا الولد ما بيجيب كاسة المي، اليوم جيبوا له كاسة المي لعنده. فهون الأهالي عم يلاقوها إنه عودة بالتربية للتربية القديمة اللي خلقتهم. يمكن كل يوم بتسمع مليون دعوة الله يكثر خيرك إنه صاروا أولادنا يشتغلوا. الحقيقة مثل ما تفضلتي بيفرق بالبيت وبيعبروا لي، أحياناً بيعبروا لي أحياناً، أحياناً بيقولوا لي زودتها، أحياناً بيقولوا لي معلش زودها قد ما بدك. اليوم التربية القديمة الجادة صارت بعيدة عن السائد، لذلك أحياناً الأهل بيستغربوا بعدين بيآمنوا بأنه لا معلش التربية الصحيحة ما زالت صحيحة، وأنه كتير نعطي الولد وش هذا مو كتير شيء جيد. لا أكيد أكيد. يعني مايسترو اليوم هيك تشاركنا معك شوي من المحبة اللي بتحملها بقلبك لسوريا، وأكيد لكل أكيد. طفل ولكل حدا من أعضاء كورال لونا. بدنا نشكر وجودك معنا. أنا كتير مبسوط بوجودي معكم، شكرا لكم. شكرا كتير. نتشكر وجودك معنا، وإن شاء الله يا رب لونا تكبر أكتر وأكتر وبتطلع أجيال شكراً. طبعا للوطن.